أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة خفض التصعيد في قطاع غزة فضلا عن رفض تعريض المدنيين لسياسات العقاب الجماعي من حصار وتجويع أو تهجير. وخلال استقباله وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا، أشار الرئيس السيسي إلى تدهور الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة، مؤكدا ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته بتوفير الاستجابة الإنسانية والإغاثية العاجلة لأهالي القطاع والتخفيف من وطأة معاناتهم. من جانبها، أشادت وزيرة الخارجية الفرنسية بالدور المصري المحوري في التعامل مع هذا الملف الإقليمي الحيوي بحكمة ومسؤولية من مختلف جوانبها السياسية والإنسانية. كما أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الجانبين توافقا بشأن خطورة الموقف الحالي وتهديده لأمن واستقرار المنطقة وضرورة العمل على الحيلولة دون اتساع دائرة النزاع، فضلا عن حماية المدنيين ومنع استهدافهم واحترام القانون الدولي الإنساني. كما توافقا على أهمية العمل الدولي الحثيث نحو تسوية القضية الفلسطينية من خلال التوصل إلى حل عادل وشامل على أساس حل الدولتين وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية، وبما يحقق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.